قال عليه والفناء فيما يرتبط بالفناء. الفناء له مراتب، تارة أن الفناء فناء في مقام الأفعال، وأخرى أنه فناء في مقام الصفات، وثالث أنه فناء في مقام الذات. وقد يعبر عندهم بالتوحيد الأفعالي والتوحيد الصفاتي والتوحيد الذاتي. هنا مجموعة من الاصطلاحات التي تكشف عن معاني متعددة لا بأس أن يقف عليها الإخوة جيدا، لأنه كثيرا أيضا ما يقع الخلط في فهم هذه الاصطلاحات. في المقدمة لا بد أن تميزوا بأن المتكلمين والفلاسفة عندما يبحثون أو يقولون توحيدا ذاتيا وصفاتيا وفعليا وبعبارة أدق أفعاليا، هو غير التوحيد الذاتي والصفاتي والأفعالي عند أهل المعرفة. والذي يريد أن يبينه هو هنا هو ما عند أهل المعرفة عند العرفاء، لا ما عند الحكماء والمتكلمين. وبعبارة أوضح، أن التوحيد عند الذاتي والصفاتي والأفعالي عند الحكماء والمتكلمين مرتبط بعالم المفاهيم، بعالم العلوم الحصولية. أما هذا التوحيد الذي يقوله أهل المعرفة فليس مرتبطا بعالم المفاهيم، بل مرتبط بعالم الشهود. وقد ميزنا قبل قليل بين عالم العلم الحصولي وبين عالم ماذا؟ المكاشفة والشهود والرؤية القلبية. التوحيد الذاتي الصفاتي الأفعالي عند الحكماء والمتكلمين مرتبط بالعلم الحصولي الذي هو مقدمة للعمل. أما التوحيد الذاتي والصفاتي والأفعالي عند أهل المعرفة فليس مرتبطا بعالم العلم الحصولي، وإنما مرتبط بعالم الشهود، بعالم الرؤية القلبية. أما المتكلمون عندما يقولون توحيد ذاتي يريدون أن يقولوا أن واجب الوجود واحد لا ثاني له، واحد لا شريك له. توحيد الذات يعني واجب الوجود واحد، لا أن الوجود واحد. وكم فرق بين المقامين، بين أن يكون الوجود واحدا وبين أن يكون واجب الوجود واحدا. والتوحيد الذاتي عند المتكلمين والفلاسفة هو توحيد واجب الوجود، وأن واجب الوجود واحد لا ثاني ولا شريك له. أما التوحيد الصفاتي عندهم فالمراد منه أن الصفات جميعا بعضها عين البعض الآخر، وجميعها عين الذات المقدسة. وهذا لا يعني لا يوجد اختلاف مفهومي بين هذه الصفات، بل المفاهيم مختلفة، ولكن الذات والصفات ليس بينهما إثنينية أو عارض معروض وزيادة ونحو ذلك. فالتوحيد الصفاتي عند المتكلمين والفلاسفة، طبعا مو مطلق المتكلمين، متكلمي الإمامية وإلا متكلمي الأشاعرة، متكلمي المعتزلة لهم مباني أخرى. المهم، هذه الصفات جميعا بعضها عين البعض الآخر، وجميعا هي عين الذات. يعني هذا الوجود المقدس كله علم، كله قدرة، كله سمع، كله بصر، وهكذا. أما التوحيد الأفعالي عند المتكلمين والفلاسفة معناه عندهم يعني أن الله سبحانه وتعالى هو رب كل شيء، أغير الله أتخذ ربا
وهو رب كل شيء، لا أن الله سبحانه وتعالى رب الأرباب، والأرباب أيضا لهم نصيب ماذا؟ ها؟ في التدبير. لا، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ الأرباب المتفرقة القرآن لا يقر بها، والملائكة والوسائط هذه ليست أرباب، وإنما هذه وسائل ومدبرات أمرا بإذن الله سبحانه وتعالى. والقرآن أيضا مفصلا يدخل لتفنيد نظرية الأرباب المتفرقين. فلا يعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو في رأس سلسلة الوجود، لأن هذا التعبير تعبير رأس السلسلة يعني في السلاسل الوسطية، الحلقات الوسطية والحلقات القريبة، بعد الله غير موجود، الله أين موجود؟ فقط في رأس السلسلة. ولكن النظرية القرآنية لا تقبل هذا التوجيه بكيفية إدارة العالم. فالمراد من التوحيد الأفعالي يعني أن الله سبحانه وتعالى رب العالمين، هو رب كل شيء، داخل في الأشياء لا بالممازجة وخارج عنها لا بالمزايلة. فنظرية الأمر بين الأمرين هنا أيضا تتجلى بكل أبعادها، على مستوى الوجود، على مستوى الصفات، على مستوى الأفعال. هذه نظرية الأمر بين الأمرين لا يتبادر إلى ذهنكم مختصة بفعل الإنسان، بل في كل نظام الوجود، سواء كان على مستوى الذات، على مستوى الصفات، على مستوى الأفعال، فهو ماذا؟ فهو الأمر بين الأمرين. فإذا هذا هو التوحيد الذاتي والصفات والأفعال عند الفلاسفة وبعض المتكلمين. أما التوحيد الذاتي والصفات والأفعال عند العرفاء فهو شيء آخر. أولا في المقدمة لابد أن تلتفتوا جيدا أن هناك اصطلاحين عند هؤلاء أو عند الفلاسفة أيضا، وهو لابد أن نميز جيدا بين التوحيد الفعلي والتوحيد الأفعالي. فإن التوحيد الفعلي شيء والتوحيد الأفعالي ماذا؟ شيء آخر. ونحن الآن نتكلم في التوحيد الأفعالي لا في التوحيد الفعلي. ما هو التوحيد الأفعالي؟ التوحيد الأفعالي يعني أول ما صدر من الله سبحانه وتعالى فعل واحد أو أفعال متعددة بعضها في عرض البعض الآخر، وهي مفاد قاعدة الواحد. التوحيد الفعلي مفاد قاعدة الواحد، وهو أول ما صدر. كيف صدر؟ نحن نعلم أنه صدر من الله سبحانه وتعالى ماذا؟ كثير، ولكن هذا الكثير صدر في عرض واحد أو صدر بعضه في طول البعض الآخر، أي منهما؟ هنا نريد أن نقول أنه أول ما صدر فعل واحد. أول ما صدر من الله سبحانه وتعالى فعل واحد، وهو التوحيد الفعلي. أما التوحيد الأفعالي فله بحث آخر. أخي إحنا عندنا درس هنا، مو مكانهم يا فضلوا برا مولانا لتقربون درسه. عندنا توحيد فعلي وعندنا توحيد أفعالي. التوحيد الفعلي مفاد قاعدة الواحد ولا علاقة له ببحثنا هنا، هذا مرتبط بالبحث الفلسفي. أما التوحيد الأفعالي فهو ماذا؟ فهو إما بالمعنى الفلسفي وقد أشرنا، وإما بالمعنى العرفاني. ما هو التوحيد الأفعالي أو الذاتي أو الصفاتي عند العرفاء؟ هنا أيضا لا بأس أن نميز بين مطلبين. هذه الاصطلاحات تستعمل في كلماتهم وغير معرفة عندهم، فكثيرا ما يقع الاشتباه.
وهو أنه لا بد أن نميز بين التوحيد الوجودي والتوحيد الشهودي. فإن التوحيد الوجودي شيء والتوحيد الشهودي شيء آخر، وهذه الأمور التي تقال هنا ترتبط بالتوحيد الشهودي لا بالتوحيد الوجودي. ومن هنا اختلف أهل المعرفة أنه لا بد أن نقول بوحدة الوجود لو أم بوحدة الشهود. وحدة الشهود هو ألا ترى في الوجود غير الله سبحانه وتعالى، أما وحدة الوجود ألا يكون هناك وجود لغير الله سبحانه وتعالى، ليس في الدار غيره ديار. يعني ما نراه من الوجودات الأخرى هذه كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، أو نرتفع فالدرجة أكثر نقول كالصور المرآتية التي لا حقيقة لها إلا أنها علامة وآية على الله سبحانه وتعالى. وإن كان في كلماتهم أيضا الاتجاه الأول موجود، يعني كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، ولكن ذاك وحدة الوجود. أما وحدة الشهود فهو كما أشرنا من أنه العارف يصل إلى مقام لا يرى في الوجود فعلا إلا وهو مستهلك في فعل الله سبحانه وتعالى، فيرى الله أولا ويرى ذلك الفعل ظلا له، فمن قبيل الشاخص وظل ذلك الشاخص، لا أنه يرى الفعل ثم يرى الله سبحانه وتعالى، لا، يرى الله ثم يرى الفعل. لماذا؟ باعتبار وهو على كل شيء شهيد. وبينا في محله المراد من الشهيد هنا مو شاهد بل مشهود. ما عرف لم يعرف أحد أحدا إلا بالله، فالمعروف أولا هو الله سبحانه وتعالى، والمعروف ثانيا هو الشيء. فلهذا وصريح القرآن الكريم أيضا نشير إلى هذه الحقيقة، يقول يحول بين المرء وقلبه. التفتوا جيدا، ما معنى يحول بين المرء وقلبه؟ يعني الإنسان إذا التفت إلى نفسه لمعرفتها، فقبل أن يعرف نفسه يعرف ماذا؟ يعرف خالقه، يعرف موجده. لماذا؟ لأنه يحول بينه وبين نفسه، فقبل أن يعرف نفسه لابد أن يعرف من؟ يعرف الله سبحانه وتعالى. ملتفتين للنكتة، وهذا معنى أن السالك وأن العارف أول مرتبة من مراتب الفناء عنده ما هي؟ أنه لا يرى في الوجود فعلا إلا وهو فان في فعل الله. ما معنى أنه فان في فعل الله؟ يعني يرى أنه فعل الله أولا ثم فعل هذا ثانيا، وبالعراض وبالمجاز بنحو الظل لعله أفضل التعابير. يعني الشاخص هو فعل الله، وفعلي بعنوان أنه ما هو؟ بعنوان ظل ذلك الفعل. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. انتم بحسب التحليل ايضا يرجع الامر الى نظرية الامر بين الامرين، ولكن يترقق الانسان، يترقق الممكن بنحو يكون وجودا ظليا.
على نظرية الفلاسفة لا وجودان، أحدهما واجب والآخر ماذا؟ ممكن. لا، هنا بعد الوجود الإمكاني ماذا يكون؟ يترقق 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 إلى نحو يكون ظلا لله سبحانه وتعالى. وعندما نقول ظل لا نريد أن نقول أمرا عدميا، ها، وهذا أيضا الأمثلة قد توقع الإنسان في الاشتباه، لأن الظل هو ماذا؟ ها، عدم النور، الظل عدم النور. ولكن احنا لا نريد ان ننظر الى حيثية العدمية، نريد ان نرقق وجوده بنحو يكون كاشفا عن الشاخص فقط، ليس له شيء اخر. فاذا التوحيد الافعالي عند العارف هو ان لا يرى في الوجود فعلا الا ويرى الله قبله ومعه وبعده، وهذه هي المعية القيومية، وهذه هي الإحاطة، وهذا معناه أنه يرى الله أولا ويرى كل شيء في ظل مشاهدة فعل الله ثانيا. بنفس البيان أيضا نقوله بالنسبة إلى التوحيد الصفاتي. هنا بعد ليس معنى التوحيد الصفاتي أن جميع الأفعال هي، أن جميع الصفات هي عين البعض الآخر وجميعا عين الذات، لا، ذاك محفوظ. بل بالإضافة إلى ذلك أنه لا يرى كمالا ولا يرى جمالا ولا يرى صفة حسن إلا ويراه صفة لله سبحانه وتعالى. لماذا؟ باعتبار أن القرآن الكريم يقول الحمد لله، ألف واللام هسه إن جعلتوها للاستغراق لا محذورة، إن جعلتوها للجنس لا محذورة، الحمد لله رب العالمين. وعلى هذا الأساس تجدون بأن العارف بعد لا يرى صفة كمال إلا ويراها لله سبحانه وتعالى. ومن هنا هؤلاء يفسرون التقوى بمعنى غير هذا المعنى الذي عندنا. يقول التقوى أن تتقي أن ينسب إليك فعل حسن، لأن الصفات والأفعال الحسنة كلها لمن؟ كلها لله. فليست التقوى، نعم التقوى بمرتبة من مراتبها معناه الأخلاقي، ولكن التقوى بمراتبها العالية أن تجعل من نفسك وقاية بأن لا ينسب إليك ما ليس لك، لأن كل صفة حسن وكل فعل فهو صفة لله سبحانه وتعالى. اتقوا الله حق تقاته، أو الآية المباركة التي تقول ما من حسنة إلا من، أما السيئة فهي منكم، يقولون معنى التقوى هذا، أن كل حسنة، أن كل حسن، أن كل جمال، أن كل صفة مدح فهي لله سبحانه وتعالى. فالتوحيد الصفاتي ليس معناه أن الصفات عين الذات وأن الصفات بعضها عين البعض الآخر، لا، بل أعلى من ذلك، وهو أنه ما من صفة إلا وأحسنها وأفضلها وأجملها فهي لله سبحانه وتعالى. فلا يرى لنفسه صفة حسن، وإذا وجد في موجود صفة حسن أو صفة تستحق المدح ونحو ذلك، فالذي يستحق المدح أولا وبالذات من هو؟ هو الله سبحانه وتعالى، لأن هذه الصفة هي أولا وبالذات لله سبحانه وتعالى. فلهذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان الجزء الأول، في الميزان الجزء الأول بعد تفسيره هذه الآية وهي الحمد لله رب العالمين هكذا يقول، يقول فقد بان بأنه تعالى محمود على جميع أسمائه
ومحمود على جميع أفعاله، وأنه ما من حمد يحمده حامد لأمر محمود إلا كان لله سبحانه وتعالى حقيقة، ولغيره ماذا؟ بالمجاز وبالعراض. ما من حمد يصدر من حامد لأمر محمود فهو أولا وبالذات وبالحقيقة لمن؟ لله سبحانه وتعالى، لأنه الحمد لله رب العالمين. هذا من قبيل إن القوة لله جميعا، هذا من قبيل إن العزة لله جميعا، وهكذا. هذا من قبيل لله الشفاعة جميعا. وهذه مو فقط، هذه من بيان المصادقة، وإلا كل شيء في هذا النظام لابد أن ينسب إليه أولا وبالذات. وهذا مو العارف يعلم به علما حصوليا، بل العارف ماذا؟ يشاهده بحسب الرؤية القلبية. وهذا هو الفارق بين ما يقوله الحكيم وبين ما يقوله ماذا؟ ما يقوله العارف. بعد الفرق بين ما يقوله الحكيم، أنا الآن أبين المطلب، ولكن هذا كلام الحكيم، كلام المتكلم. أما العارف ماذا؟ كالفرق بين من يعرف الحلاوة ومن يذوق الحلاوة. ما الفرق بينهما؟ من الواضح، كالفرق بين من يعرف الماء ومن ماذا؟ ومن يشرب الماء. ومن هنا هؤلاء يسمون هذه المعارف بالذوقيات. ومما يؤسف له أن بعض عوام الناس يتصور ذوقيات، يعني استحسانيات، استذواقات يتصور، مع أن مرادهم من الذوق يعني يذوق الشيء، مو أنه يستذوق الشيء. مو استذواق، احنا عندنا في العرف شنو معناه؟ يعني قائم على أذواق عرفية واستحسانات. بنتقول له بأنه أهل المعرفة هكذا يقولون، يقول بل هذول أهل الاستحسانات واستذواقات وتحمينات. مرادهم هؤلاء من الذوق يعني أن يذوق حقيقة الشيء. قال: وأنه ما من حمد يحمده حامد لأمر محمود إلا كان لله سبحانه حقيقة، لأن الجميل الذي يتعلق به الحمد منه سبحانه، فلله سبحانه جنس الحمد وله سبحانه كل حمد. خب، نفس هذا الحامد، أيضا هذا الحامد وجوده لذاته أولا وبالذات، لو وجوده لله أولا وبالذات، ها؟ التفتوا جيدا، نفس هذا الحامد وجوده لنفسه أولا وبالذات، لو لله أولا وبالذات، نفس البيان السابق. فعله عندما يحمد، هذا الفعل فعله أولا وبالذات، لو فعل الله أولا وبالذات، ها؟ المحمود أيضا محمود من هو أول وبالذات، فهو الحامد والمحمود والحمد. هاي العبارة اللي أنتم تجدوها في كلمات أهل المعرفة، هي يكررونها: فهو الذكر والمذكور، فهو الحمد والحامد والمحمود. إشارة ماذا؟ إلى هذا البيان. وإلا كيف يمكن أن يكون هو ذكر وذاكر ومذكور؟ لا، مرادهم هذا المعنى الذي أشرنا إليه هنا. على مستوى التوحيد الذاتي أيضا البيان، وهو أنه هذا العارف يصل إلى درجة لا يرى في الوجود ولا يشاهد إلا من؟ إلا الوجود الحق سبحانه وتعالى. ثم هؤلاء يقولون: نحن عندما نأتي إلى البيانات القرآنية والروايات الواردة عن أئمة أهل البيت نجد أن هذا كاملا مشخص. فقوله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إشارة إلى التوحيد ماذا؟ الأفعالي. وقوله لا إله إلا الله، إشارة إلى التوحيد ماذا؟ الأسماء والصفات، لأنه الله الاسم الأعظم، وأنه جامع لجميع الكمالات والصفات الحسنى. وقوله يا هو يا من لا هو إلا هو، إشارة إلى التوحيد ماذا؟ الذاتي. فلهذا يعتقدون بأن قوله سبحانه في سورة التوحيد قل
هو الله، يقولون هذه هو ليست ضمير الشأن للرابطة، بل هو اسم وهو مقدم على الله، لأن هو مقام الذات والله مقام الأسماء والصفات، بنحو الإشارة التي أشرنا، وإلا البحث أكثر تفصيلا من هذا. ومن هنا الحق والإنصاف، الإنسان لا يتذوق المعارف القرآنية إلا من خلال البحوث العرفانية. إنسان عندما يدخل إلى البحث العرفاني يجد كاملا الذوق، ذوق قرآني، بخلاف الأبحاث الفلسفية خصوصا إذا كانت مشائية تجدها جامدة لا علاقة لها بالأبحاث القرآنية. عندما تنتقل رتبة أعلى إلى البحث، بحث الحكمة المتعالية، تجد لا شم من القرآن والرواية، بدأت تدخل ماذا؟ إلى الأبحاث الفلسفية. عندما تدخل البحث العرفاني تجده أساسا بحث قرآني حقيقة، ويتكلم على مستوى اصطلاحات القرآن أيضا.